عسلامة. عسلامة. عسلامة مسيو. عسلامة. لاباس عليكم. فكروني في حكايتكم اللي حكيتوها المرة الأخرى. قاعدين في الشارع. مارسين عنا 8 شهور. المرة حابلة توسيد شهر. ونبيتوا نصحوا في الشارع ولا ماكلة لا شراب. أنا الحقيقة شفتكم قاعدين تتعاركوا والمدام تبكي وتوا معناها سكتت. فهمت؟ حبيت نشوف الحكاية نتاعكم شناهي. العصب والستريس وقلة نوم وغش وجوع وفقر وهم وذا الكل في راسي. معلش كون معلش وليت على أعصابك وليت تسيح عليها. ما نفرغش قلبي معها هي ما شكونش يفرغوا قلبي يعني. زاد هي ديما نقراو حسايب انها مراه وفي الشارع وحبله ويعلم بها كان ربي. زاد قسما بالله يعلم بها كان ربي زاد. والله العظيم انا يعلم بها كان ربي. والله يعلم بها كان ربي زاد. زاد انا مريض رو عندي المعده عندي كلوتي عندي كلوتي منفوخه عندي المعده عندي زاد انا يعلم بها كان ربي. كيفاش عاملين البريود هذي الكل في الشارع؟ مرة بيتوا تحت شجرة مرة بيتوا تحت زيتونة كل مرة وين؟ مرة وين المونجالة كل مرة في بلاص كل مرة بيتوا في بلاص. الحمد لله الحمد لله. ايش بيك تبكي مدام؟ ليه كان ما نبكيش في الوضع هذا انا وضعي بكي بالرسمي مخنوقة الدنيا ظلام قدامي عباد تشوف النور انا شايفته ظلام ما فما حتى شيء لو قدامي بالرسمي تعبت ما عشتي بشيء لا فلوس لا ما عشتي بشيء. حاجتك براحة البال حاجتك بدار تسكن فيها ذاك اللي عشتي بيه حاجتي دار اكاو حاجتك بالراحة حتى الراحة النفسية ما فماش مانيش مرتاحة جملة. صور واحد قاعد في الشارع يجيها على قلبه كل يوم الله أعلم عبيت سكرانة ماما شارع كله ذيوبة ما فيش حتى أربعة طرف أمانة كي أكثر من الوضع هذا شنو أقسمت بالله وحده اللي يتمنى في الموت على الأقل الموت تعطي راعة لطف عليك. والله العظيم تعبت ما حاجتي بشيء حاجتي بدار دار ما حاجتيش لا نملكها لا ما نعرفش أنا دار نكريها ما فيها حتى شيء. حسيتوا اللي صوتكم ما وصلش؟ مانيش عاتشي امل كون صوتي باش يوصل خاطر لو كان جا صوتي باش يوصل راهو مش لعبات تتحرك راهو اللي شادين الكراسي هما اللي يتحركوا خاطر مش كان انا في الشارع مش كان هو في الشارع راهو فما برشا عباد راهو برشا عباد. مستمع؟ ما كل يوم لو كل يوم الزيت صعب كل ما يطلع النهار كل ما زيد يطلع النهار كل ما الزيت صعب كل ما زيد يوم كل ما الزيت صعب اكثر كل ما زيد نهار كل ما زيد ما عادش عندي ما نحكي ما عادش عندي ما نقول انا انسان ظلام تو الدنيا قدامي ما عاد نرفع حتى شيء بالرسمي تعبت على الاخر وظلامت وكان معي تلياش تو السيد كانت باش تمشي معناها مش باش نخليها تمشي انا باش نخلي شنو كيفاش شنو علاش تعاركتوا ساعه انتوما؟ هكاك على هكاك فارغ هكاك ما على ولينا على ابسط حاجه نتعارك مش احنا نحبوا نتعارك والعصب اللي عندي والغش اللي عندي يخليني على اقل كلمه هكا ما تعجبنيش نعمل مشكل مش انا نحب راهو انا ما نحبش نبكيها الطفله هذه يعني انا كره كان زدنا تقهر اللي فيها مكفيها ما انا مش باش نعمل زاد حتى انا الحم والدم بشر انا اخسر عن جوع وفقر وعصب وشارع وتصبيح وقله نوم وبرشا حاجات انا راحت البال ما عنديش جمله نتمنى فيها انا راحت البال ما عنديش مقطوع عندي راحت البال بالرسمي مقطوع عندي بالرسمي نحب ماني طالب شيء والله ربي ماني طالب شيء والله ما نحبش فلوس ما نحب شيء نحب نكن لها راسي هذه عايش في الشارع علاش معناتها الشارع وحبلة زادة راهي حبلة مازالوا له شهرين الغشير معناتها والله ما عندي منقول معاه سعيد أنا واحد من الناس سعيد قدام الدنيا قدامي سعيد تسكري أكيد هي توا تخمم في المستقبل تخمم إنها باش تولد وين باش تعيشوا باش تولد يعني نخموا في غدوة كيفاش يجي غدوة نخموا في بعض غدوة كيفاش يجي توا أنتم وحدكم أما هي كي تولد باش يولي بيبي معاكم
نحن تويكا وخارقين في الطبعة، خلي يجي البيبي. والله ربي خايف، واحد ولا خايف من غدوة، خايف من النهار، خايف من الليل، خايف من الصباح، خايف من الخايلة، وقت كل ولد خايف منها. أنتم تعديتوا معايا أنا ثلاثة مرات وتعديتوا في قنوات أخرى، ما فما حد عاونكم؟ ما فما حد سمع صوتكم؟ فما عباد كلمتنا وقالوا لنا باش نعاونوكم وياخذوا في سمينا وفي نمرو بطاقة تعريف، وبعد ما فما حد شيء. تنكلموكم لا يكلمونا لا حد شيء. منهم واحد قال لنا يجاو للبلاصه الفلانيه، طلعنا له للبلاصه وبقينا نلوجوا عليه ما لقيناش. وبرشا هكاك كلمونا، فما واحد برك كلمنا وبعث لنا 100,000 يرحم والدين والديه، وقال لنا كما نقولوا كانش عندي اكثر راني عندكم، خاطر بيدي انا راني ما عنديش. قال هذا واحد ما عندوش يرحم والديه، باقي اختي رانا قاعدين نستنوا في رحمه ربي. يعني قلت لك فما عباد كلمتنا، راهو اللي يقول باش نبعث باش نعطي راهو ما فهمش شيء. به انا متاكده اللي برشا عباد باش يتفرجوا باش يقول لك عليه ما يمشيش يخدم، متاكده منه الكومنتير هذا. المشكله انه انت كي باش تمشي تخدم البنيه هذه حبله باش تخليها في الشارع ما تنجمش. واحد تدوخ راهو ما تنجمش تخليها وحدها، راهي تدوخ، راهي جيعانه، راهي تدوخ، تقعد تدوخ، لازمها الماء، عندها كلاوي، لازمها الماء صافي، لازمها كل درجين تمشي للتواليت حبل على خاطر، لازمها برشا لهوة، راهي جيعانه، ولازمها الماء، ولازمها كل دقيقة تمشي للتواليت، ولازمها لهوة لهوة، برشا عباد تعرفها الحكاية هذي حبلة، راهي في الشهر السادس معناها، فهمت؟ يا انا اصلا باش نخليها ما نجمش نخليها وحدها، ما نجمش. نجيب لكم صاحبكم الصحفي لهنا، خليتها درجين مش نجيب لها في حاجه تاكلها، خيط بعدها شكون الشعر برك ولا تعركت انا وياه. شكون شخص يجي حداها شي حب؟ هكاك تبولت وزاد تبولت على الصحفيه، معناتها فما عبيت بعد تبولت على الصحفيه تبولت عليها شعر برك ولا ضربتهم، بعد قالوا لي مهبول، ولا مهبول لا حد شيء. لا معناتها ديجا قلت لك نحي اللهوة، لازمها لهوة خاصة والدوخ وتواليت وما شنيا، حتى راهو الشارع تمنيك كيفاش اختي انا باش نعرف. دونك ما تنجمش تخليها وحدها؟ ما نجمش، متعبت اختي انا. توا انتوما معناها بين بعضكم مازلتم متعاركين؟ قلبي ابيض ما نجمش كون نعاركو، خاطر الوضع هذا كتبوا لي ربي كيف مي مخنوقه، تعرفش معناها مخنوقه؟ مخنوقه حاسيتها غصه لاني سي بون. علاه ما ترجعوش لدياركم؟ يا بنتي شطبنا لهم بالسر الاحمر وشطبوا علينا ما عادش. شنو معناها انت كي باش ترجع لداركم حبله مش باش يقبلوك باش يخليوك مطيشه في الشارع؟ اول حاجه يخليوني عادي مطيشه في الشارع، ثاني حاجه ضرب ذل تمرمي. ضرب وانت حبله؟ علاه؟ يدي مازالت منفوخه لتوا، كان تعمل هكايا شو تقام كابوره لهنا تحت الحم. باهي داركم انتوما على الاقل. دارنا ما عندهمش احنا، زوز بيوت احنا. هي هزها هي ابجل. بيتي مش انا شال ابجل، عندي خويا راهو في البيت يسكن خويا معايا، وعندي امي وبابا في بيت. ما كيفاش ما تقابلش بعض؟ والله خير من الشارع والله. بنتي نعرف خير من الشارع، ما تقابلش بالك، ايش خويا في بيت ومرتي في بيت، وبابا قال لك هيك ربي انا تحت ولا تصير هالحكايه هذه. خاطر خويا يشرب ويرحم. يرحمكم حد معناه؟ يرحمكم حد؟ الحمد لله يا ربي، ما زلت نستنى في رحمه ربي راني انا، ما زلت ما ايستش كومبليتمون من رحمه ربي انا، ما زلت انا الحمد لله، ديما نقولوا الحمد لله، انا عارف شطرش في الواحد. دونك طلبتكم دار؟ حاجتك بيت وتواليت، ما حاجتيش دار، بيت وتواليت 7 متر وأكاهو، ما حاجتي بشيء آخر. نحب بنتي كي تجي تقعد في دار، ما تقعدش في الشمس، ما تقعدش في الهواء، ديجا هذا يا سيف هكا، مالك جاي شتاء، ديجا جايين وشتاء. عندك ألف حق. وبما اني ما لقيتش الرحمه في دارنا، كان ما جيتش، كان ما جيتش حبله، راك انت خدمت وهو خدم، فهمت؟ طبيعه انت حبله وهو ما يجيبش يخليك وحدك، حاسين الحكايه معقده شويه.
معقدة شوية من الحمد لله.